السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة سمسم سمسم. النهاردة هنعمل سبت جميل جدا، ممكن يكون هدية، ممكن نحط فيه شوكولاتة ونقدمه كهدية، ممكن يستخدم كمان في الخطوبة. الحاجات المطلوبة هنجيب مقص وسلوتيب مسطرة وبرجل، ممكن بدل البرجل لو عندنا اسطوانة كمبيوتر نستعملها، نقص عليها ورق الكرتون على الشكل الدائري دوت. القطر بتاع الكرتونة دي 11 سنتي. لو انت عايزة تعملي السبت اكبر من كده هتزودي القطر. هنقص زي ما قصينا الدايرة اللي من الكرتون دي، هنقص 2 ورق على شكل دايرة، اي لون انت بتحبيه من الورق المقوى بنفس المقاس بتاع الدايرة الاولانية. وطبعا بيكون عندنا سمن، بنجيب برضو قطعة كرتونة عرضها وليكن 5 سنتي وبنقصها كده على شكل مستطيل. انا عاملة 2 مستطيل وهنشوف دلوقتي هنستعملهم على قد الحجم المطلوب. نفس مقاس المستطيل ده بنجيب الورق اللي هو المقوى وبنقوم عاملين مستطيل كبير شوية كده ونقوم تانيينه 2، بيكون عرضه اكبر شوية من عرض الكرتونة. عرض الكرتونة مثلا كان 5 سنتي، نخلي احنا 7 سنتي او 8 سنتي بالشكل ده. واحدة واحدة وهنجيب طبعا ورق فوم لونه برضو روز او موف حسب اللون اللي موجود اللي انت بتفضليه. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الدائرة الأولانية اللي هي اللي أنا عاملاها من ورق الكرتون وبنغلفها قبل ما نغلفها بنقوم الأول عاملين لها إطار بالكرتون دوت اللي احنا شايفين. طيب الإطار دوت بنلزقه عليها ازاي؟ بنلزقه عن طريق السلوتيب. يعني أنا هجيب اهوت السلوتيب، السلوتيب عندي اهو، بقوم جايبة المستطيل ده وحطاه على نص السلوتيب كده، كده اهو زي ما احنا شايفين الجزء اللي بيلزق اهو. وهحط كمان بقية الكرتون جنبه، يعني انا هقص حتة سلوتيب كده كبيرة تكفي الاسطوانتين اللي انا قصاهم من ورق الكرتون، وهوريك هنستعمله ازاي. اهو شايفين لزقتهم جنب بعض وسبت حتة من السلوتيب نازلة لتحت. هجيب بقى الكرتونة اللي انا عاملاها وهقوم لفة عليها كده بالطريقة دي كده، وتانية السلوتيب تحتها اقوم لفة كده كده كده، وتانية السلوتيب من تحتها شايفين بالطريقة دي اهو. السلوتيب باين اهوت، بثني اكمل اهو بالطريقة دي. شوفوا بقى عامل ازاي، بقى عامل زي علبة مثلا الجبنة النستو. طيب في عندي حتة زيادة كرتونة اقوم قصها، شايفين بقصها كده. طب الحفيتين دول اقوم برضو مثبتاهم بايه؟ اثبتهم بسلوتيب، نجيب حتة سلوتيب كمان واثبتهم بيها. طبعا انا طرف السلوتيب دايما بتنيه علشان ما يتوهش مني. انا كده جايبه حته السلوتيب اهو، واقوم لازقه بيه الطرفين بتوع السلوتيب دول بالطريقه دي. طب انا عندي الكرتون فيه حته اكبر من حته، هسويهم بالمقص، هسويهم كده بالمقص.
والناحية التانية برضو اللي هما الناحية اللي مفتوحة دي هم قصة حتة سالوتيب ولزقها بيها بالطريقة دي. يبقى انا دلوقتي عندي علبة دائرية زي بالظبط علبة الجبنة النستون بس اكبر شوية، وطبعا وعرضها عرض الاطار بتاعها اطول شوية. هنيجي بقى للدائرتين اللي انا قصاهم بالورق المقوم، هعمل فيهم ايه؟ هقوم حتى واحدة جوه العلبة بالطريقة دي. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ طيب اللي عايزه اثبتها، طبعا هثبتها عندي بالايه؟ بالسمنه. قبل ما احطها المفروض كنت حطيت عليها سمنه، هوريكم ازاي. اهو احط سمنه واقوم اهو حطها جوه العلبة، هيبقى شكلها من جوه بالطريقة دي. فاكرين الجزء ده اللي انا قلتلكو بنعمله زي مستطيل كبير شوية واعرض من العلبة؟ لو العلبة دي عرضها 5 سنتي بخلي دي 7 سنتي. هعمل فيها ايه بقى؟ اقوم حطاها كده واغلف بيها الاطار بتاع العلبة، اغلف بيها الاطار بتاع العلبة. طيب هي طلعت كبيرة شوية او طويلة شوية، هقصرها يا جماعة على حسب المقاس بتاعي، هخليها 5 سنتيمتر. الجزئية دي هقوم اقصها كده وحطها هنا، هثبتها برضو باللزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني علشان نكمل الفيديو بتاع ثبت الورد او ثبت الشوكولاتة او ثبت الخطوبة. بعد لما خلصنا العلبة من الداخل ومن الخارج، بنحط عليها كمان هنا اسطوانة من الورق المقوى، هنعمل لها ايد من الفوم زي ما احنا شايفين ونثبتها. طب نعمل ايه كمان؟ بنجيب ورق فوم على شكل مستطيل زي ده، دوت اللي هنحطه هنلزقه على جسم الثبت من الخارج. دلوقتي هوريكم ازاي. بنجيب ايه كمان؟ بنقص مستطيلات عرضها حوالي 1 سنتي هنعمل بيها الورد، وهنقص جزء كده على شكل نظارة، شايفين على شكل نظارة، هنعمل بيه الفيونكة اللي هنحطها على ايد الثبت. فواحدة واحدة كده دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. هنجيب الثبت اللي احنا عملناه وهنلزق عليه الفوم اللي على شكل اسطوانة. انا هنا عندي حتة كده موصولة، فهبدأ ان انا اغطيها كمان بالفوم ده، هعمله بالسم. وزي ما قلت لكم قبل كده انا استعملت اللزق اللي اسمه الشعلة، وهو بيكون موجود في علبة صفيح، لكن انا وضعته في الانبوبة البلاستيك دي عشان يكون سهل الشغل بيه. عملنا اهوت الجزء الفوم، قفلناه كده زي ما احنا شايفين. طبعا اتبقت جزئية هقص قطعة من الفوم على مقاسها
واحطها عليها، هثبتها عليها. لما تكون الحتة اكبر ونقص زيادة افضل، لو كانت لو من لو كانت الجزء اللي انا قصيته اقل. هنثبت الاطراف اللي فكت دي، لان اهم مرحلة، اللي هي مرحلة التثبيت. الطريقة دي حط الجزئية اللي ناقصة هنا، فكده مقاسها وطبعا ممكن كمان اعمل بالشمع، بمسدس الشمع. ممكن نحطه بقى في مكان علشان يثبت عليه اللزق. ممكن نحط عليه، يعني نضعه في مكان ونحط عليه حاجة لغاية لما يثبت عليه السمك. في الأثناء دي هنعمل الورد. هنقص مجموعة من المستطيلات على عرضها 1 سنتي، ونبدأ نعملها كده انصاف دوائر بالمقص زي ما احنا شايفين. الطريقة دي شايفين اهو، بيبقى شكلها كده زي الاهرامات. نعمل كل المستطيل او زي الزجزاج، بس زجزاج واسع، هيبقى عندي الشكل النهائي كده. هنعمل مجموعة، يعني وليكن 15 واحد، وبعدين نحط عليهم السمك ونقوم لفينه حوالين بعضه علشان هيبقى عندنا هو ده الورد. هنلفه بالطريقة دي. على شكل حوالين بعضه كده زي الحلزون. هيبقى عندنا الوردة بالشكل الجميل ده. طيب الوردة دي بتحتاج وقت على بال ما تلزق. هنقوم مثبتينها في اي، يعني مثلا انا كنت بثبتها، شايفين المقص، بقوم مثبتاها في ايد المقص كده لغاية لما تنشف. الطريقة دي نعمل واحدة غيرها. اهو نلفها زي الحلزون بالطريقة دي. ونضعها في مكان ضيق لغاية لما تنشف ويثبت شكلها. لغاية لما تنشف، وطبعا انا عاملة منها مجموعة كبيرة. هعمل قلت هقص ورق الفوم على شكل نظارة. شوفوا بقى لما نيجي نتنيه هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى عامل زي ما يكون في يونكة. الطريقة دي هثبت عليه حتة فوم صغيرة كده على شكل مستطيل صغير، هثبته باللزق، هيبقى شكله عامل كده. نلزق كل حاجة مع بعضها. هلزق الأول الفيونكة على بعضها، وبعدين أحط عليها
المثلث الصغير، المستطيل الصغير. دلوقتي هنثبت الورد على السبع، هنشوف كده يعني هنحط كل وردتين تحت بعض، كل وردتين تحت بعض، وهنشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. نكمل، ولو في اي مكان انا عامله له وصله احاول برضه احط عليه الورد علشان يغطي الوصله دي، يبقى الوصله مش هتبان لان هيكون فوقها الورد. الطريقه الجميله دي شايفين؟